مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها أصداء التحضير وأجواء التحضير لمؤتمر حزب التواصل على ضوء تدشين لجان التحضير لهذا المؤتمر وإطلاق الحملة الانتسابية العامة للحزب التي أعلن عنها أمس الأحد في مهرجان شعبي في دار الشباب القديمة، إذ أعلن عن إطلاق اللجان التحضيرية لمؤتمر حزب التواصل المتوقع العام المقبل. يسعدنا، أو هذا العام بالأحرى، يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الدكتور محمد الأمين والشعيب، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب التواصل. دكتور، أهلا وسهلا بك. ولو وضعتنا في البداية في أجواء التحضير لإطلاق اللجان وإعلان حملة الانتساب العامة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. فعلا بالأمس أطلق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حملة الانتساب وأعمال لجان التحضير، لجان الفرعية. قبل حدود شهر تم تشكيل اللجنة المركزية للجنة التحضيرية، معناها اللجنة المركزية، وبعد اجتماعات تم خضع عنها إعداد خطة التحضير والوثائق الناظمة لعمل اللجان وتشكيل كذلك اللجان الفرعية وتحديد الرؤية الحاكمة للمؤتمر القادم في نهاية هذه السنة إن شاء الله بإذن الله، قبل نهاية هذه السنة، سنة 2020. بعد الانتهاء من هذه المرحلة، والتي يمكن اعتبارها مرحلة تحضير وإعداد لعمل اللجنة التحضيرية أنفسها، أطلق بالأمس، كانت العملية بالأمس التي تمت، هي إطلاق حملة الانتساب لمحضر المؤتمر، وكذلك إطلاق عمل لجان التحضير. صحيح، هو الانتساب يمثل قنطرة التحضير، وجزء كبير من عملية التحضير تتعلق بالانتساب، لكن هنالك لجان أخرى، هنالك مجالات أخرى، هنالك لجنة النصوص، هنالك لجان التنظيم، وهنالك لجان، أكثر من لجنة تهتم بمجالات التحضير الأخرى. فعلا إطلاق عملية الانتساب التي تمت بالأمس على المستوى المركزي ستكون تابعة لها إن شاء الله انطلاق عملية التعبئة والتحسيس، التي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالأمس طلب وجه نداء لقيادات الحزب ومناضليه بضرورة الانخراط في هذه العملية والعمل على قيادة حملة تحسيس واسعة، حملة نشر واسعة لرؤى الحزب ومواقفه، وذلك لإتاحة الفرصة للمقتنعين من الموريتانيين بهذا المشروع وبهذا الحزب بالانتساب. هذه العملية ستأخذ وقتا، وكما أشرت هي العملية المركزية في عملية التحضير. بعد فترة من التحسيس والتعبئة ستنطلق بالفعل عملية الانتساب بشكل مباشر. ستفتح مثلا عرائض وسجلات الانتساب على مستوى الأقسام، وعلى مستوى الاتحاديات، وعلى مستوى الفروع وحتى الخلايا. بعد ذلك ستنطلق حملة تنصيب الهياكل والهياكل الفرعية، القاعدية للحزب. طيب. وهذه العملية ستختتم بطبيعة الحال بالجمعيات العمومية للأقسام التي ستنتخب مناديب المؤتمر. إذن فهو مسار طويل، ولذا الحزب خصص له حدود نصف سنة. نحن الآن تفصلنا عن نهاية السنة حدود 6 أشهر، ستكون كلها عمل دؤوب وعمل متواصل من أجل الوصول إلى هذه المخرجات التي تمثل في جزء منها بالمؤتمرين أنفسهم، بكذلك بالنصوص وبالرؤى والتعديلات التي والاستدراكات التي تحضر لتقديمها للمؤتمرين. طيب. لإجازة من خلال المؤتمر العام. دكتور، ما توقعاتكم لمستوى التعاطي شعبيا مع حملة الانتساب هذه؟ عموما نحن الحمد لله أولا نطلق هذه الحملة بعد الآن في المؤتمر الرابع، ونسجل هنا بشكل خاص بأن الحزب كان حريصا على الالتزام بمأموريات هيئته وبفترات الانتداب المحددة لهذه المأموريات. عمر الحزب الآن هو عمر مؤتمراته. الآن في المؤتمر الرابع
إذا كان أولا كانت فترة الانتداب كانت حدود 4 سنوات، بعد ذلك حولت ل5 سنوات، وبالتالي الحزب ربما يكون هو الحزب الوحيد أو الاستثناء من بين الأحزاب على الأقل على المستوى الوطني اللي لم يخلف موعدا فيما يتعلق بمأمورياته، فلم يحدث أن تأخر مؤتمر عن موعده. إذن فكذلك الحزب يحضر لهذا المؤتمر بعد أن راكم رصيد لا بأس به من العمل من الجهد، هنالك مستوى من الانتشار لا بأس به داخل مختلف مكونات ومختلف ربوع هذا البلد. الحزب في الاستحقاقات الانتخابية سواء البلدية أو الرئاسية حقق نتائج معتبرة، يحقق مستوى من الانتشار كما أشرت لا بأس به، نتوقع كذلك أن يتعزز ذلك وأن تعكس عملية الانتساب الحالية ذلك المستوى من الانتشار، وأن يتعزز حضور الحزب بشكل أكبر وأن تعكس سجليات الانتساب وعملية الانتساب ذلك الحضور بإذن الله تعالى. نعم، رئيس اللجنة التحضيرية أستاذ حبيب الحمديت في كلمته أشار إلى أمس خلال مهرجان تنصيب اللجان الفرعية وإعلان حملة الانتساب، قال إن المؤتمر الأول مؤتمرين الأول والثاني كان للتأسيس والبناء، والمؤتمر الثالث كان مؤتمرا للتناوب، وأن المؤتمر القادم يريدونه أن يكون مؤتمرا للانسجام والتماسك، ما معنى ذلك؟ عموما صحيح، هو شعار هذا المؤتمر والرؤية الحاكمة لهذا المؤتمر هي كما حددها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالأمس، هو الانفتاح والتصدر وتعزيز التماسك والانسجام. تعزيز التماسك والانسجام هنا طبعا بطبيعة الحال داخل الحزب، فنحن لا نخفي بأننا في حزب والحمد لله حزب كبير شهد كما أشرنا توسع كبير في السنوات الأخيرة، هنالك عدد لا بأس به من القيادات، هنالك بطبيعة الحال هنالك تباين في بعض الحالات في الرؤى وفي المواقف، مع ذلك الحزب يحرص على أن يكون الطابع العام هو التماسك والانسجام، هذا على المستوى الداخلي. كذلك نحن نريد من هذا المؤتمر أن يقدم مساهمة الحزب، مساهمة التواصل في هذا الجانب على المستوى الوطني، نقصد بالتماسك والانسجام ليس فقط على دائرة الحزب وحدها وإنما كذلك على مستوى الوطن والبلد. ونحن نعرف للأسف أن هنالك دعوات وهنالك مستوى من الشئة الانشطارية، مستوى من خلينا نسميه التدافع الاجتماعي. نعم، أو إلى فنحتاج بالفعل إلى رؤية توحد هذا المجتمع، نحتاج إلى إطار وإلى مشروع يمكن أن يوفر إطارا لهذا التماسك وهذا الانسجام، ونحن نرشح حزب التواصل أن يكون هذا الإطار. إذن فالتماسك والانسجام هنا لا يقصد فقط داخل لا نقصد فقط ما هو متعلق بدائرة الحزب وإنما يتجاوز ذلك إلى المستوى الوطني بشكل عام. نعم، هذا يقودنا إلى السؤال بشأن توجهات حزب تواصل المرحلة المقبلة. نتحدث هنا عن توجهات سياسية، خاصة أنك أشرت إلى أنه ربما هنالك مستوى من التجاذب داخل الحزب مما يشير بأن المواقف السياسية أو الموقف السياسي لتواصل لم يحسم بعد، أو يمكن أن في المرحلة المقبلة أن يتجه إلى اتجاهات غير التي نتابعها الآن. نحن الآن أمام محطة مهمة، أولا محطة طبيعة الحال لتقويم المرحلة السابقة وكذلك استشراف المستقبل، ويعني تحديد. فالمؤتمرون الآن هم أصحاب القرار، فاللجنة التحضيرية ستحرص على إشراك الجميع وعلى الاستماع للجميع، وستحرص أن تقدم سواء على مستوى الانتساب أو على مستوى لجان النصوص أو غيره أن تقدم ما يمثل الاتجاه الغالب، ولكن في نهاية المطاف فالمحطة الآن محطة المؤتمرين، فالمؤتمرون هم الذين سيحددون في المؤتمر العام الذي هو أعلى سلطة في الحزب، هم الذين سيحددون التوجهات العامة والسياسة العامة للحزب في المستقبل. ونحن الآن نترك في طبيعة الحال القرار لأصحاب القرار، وكما أشرت سيتم التقويم، سيتم نقاش تتاح الفرصة للجميع من خلال ورشات من خلال لقاءات لكل أن يقدم رأيه
وكذلك للمؤتمرين أنفسهم أن يقدموا ما يرونه مناسبا ويحسمون في مواقف الحزب وفي ملاحظاتهم وفي استدراكاتهم على رؤاه ومواقفه في المستقبل. أمس في خطاب رئيس الحزب دكتور محمد محمود السيدي انتقد ما حدث بشأن التشاور الوطني، واتهم النظام بالمسؤولية عن إلغاء أو تعليق التشاور الوطني. ليس في هذا يعني مبالغة أو تجاوز لما حدث، باعتبار أنه النظام علق أو الحكومة علقت التشاور بناء على التجاذبات التي حدثتها أطراف معارضة؟ صحيح، هو الرئيس تحدث بشكل واضح عن صدمة، أعتقد أنها صدمة الآن يقع تحت تأثيرها كل أطياف، كل عناصر الطيف السياسي، كل مكونات الطيف السياسي في البلد، لأن الكل كان يتهيأ للدخول في هذه العملية التي نحن نريدها أن تكون حوارا، والنظام يسميه تشاورا، وفي نهاية المطاف لا مشاحة في الاصطلاح إذا كانت المقاصد، إذا حددت المقاصد فلا عبرة بالألفاظ. نعم، لا عبرة بالألفاظ. فكانت الصدمة صراحة الإعلان من طرف واحد لتوقيف هذا المسار، كان هذا الإعلان صادما للجميع. وبطبيعة الحال كان الطبيعي أن يكون فيه مستوى من التشاور. عملية الحوار أو أي مسار من هذا الطبيعي من هذا النوع بطبيعة الحال سوف لن يكون سهلا، فنحن في وضعية يعني فيها مستوى من التجاذب، فيها مستوى من التباين في الرؤى والمواقف، لكن الذي يملك القدرة على تسهيل وتجاوز هذه المطبات هو النظام نفسه، والذي مفترض أنه قرر أن يتجه إلى هذا المسار وأن يذهب بجميع مكونات الطيف السياسي إلى هذا الذي سماه تشاورا هو النظام، فكان عليه أن يتحمل المسؤولية لمواصلة هذا المسار ويوفر الظروف المناسبة لهذا الجو. الملاحظ أنه بالفعل أنه كأن النظام في الفترة الأسابيع الأخيرة بدأت تتهيأ أجواء أخرى لم تكن هي الأجواء الطبيعية. الطبيعي في مثل الأجواء الحوار أن تكون توجه العام نحو التهدئة، نحو محاولة الاستماع إلى الجميع، محاولة التوجه لمقاربة تستوعب الجميع، التسديد والمقاربة في مجال تقريب وجهات النظر، وليس الرجوع إلى الوراء، وليس توقيف هذا المسار. طيب، اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذا النقاش معك. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نستضيف فيه عضو اللجنه التحضيريه لحزب عضو اللجنه التحضيريه لمؤتمر حزب تواصل الدكتور محمد الامين والشعيب. دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل عن تعليق رئيس الحزب الدكتور محمود السيدي على قرار تعليق التشاور الذي حدث مؤخرا وتحميله للنظام المسؤولية عن ذلك، ولكن كما تعلم تعليق الحوار أو التشاور جاء بعد انسحاب بعض الأطراف المعارضة، وبالتالي أنتم في المعارضة من تتحملون مسؤولية إعاقة التشاور؟ هو الذي حدث أنه بالفعل كان الأصل وكان المفترض
الجهة التي بادرت أصلاً بهذا المسار أن تسعى لتوفير الظروف المناسبة لنجاحه، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تم بالفعل. فالعكس، نحن نعتبر أن بعض الإجراءات التي لجأ إليها النظام وتغير سلوك النظام اتجاه بعض الأطراف في المعارضة أنه هو الذي أدى لهذه النتيجة. اسمح لي، ما معنى تغير سلوك النظام؟ ما هي الإجراءات التي لجأ إليها النظام؟ إذن نحن نعرف بأن 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 بعض الإجراءات التي اعترض عليها أحد الأطراف الفاعلة في هذا المسار أنه ناتج عن بعض الإجراءات التي قام بها النظام اتجاه هذا الطرف في وقت كانت الأمور فيه طبيعية، عادة لم يستخدم معه هذا الإجراء في فترات سابقة. إذن فالعكس، ربما تشير إلى حادثة أطار بالضبط، نعم، اسمح لي، التي حدثت مع المرشح الرئاسي السابق وزعيم حركة إعراب رمضان دهر العبيد، ولكن أيضا بالمنطق السياسي، هل يمكن أن تنسحب من حوار أو تشاور وتلغي مسارا تشاركيا لمجرد نزع لافتة؟ على كل حال، الشرطة أو الدولة بررتها بأن هذا الحزب حتى وإن كان تحت إجراء الترخيص لم يتم ترخيصه بعد، إذن الموضوع ربما برمته لا يستحق أن يؤخذ منه يؤخذ موقف بشأن مسار مصيري كمسار التشاور. هو هذا الحادث هو ينبئ هو يعكس تغير في سلوك النظام اتجاه طرف معين كان ينتهج معه سلوكا غير هذا السلوك. ونحن نتجه، مفترض أننا، إلى حوار. فالأصل أننا إذا كنا نتجه إلى حوار، أننا بدل أن نتراجع عن بعض السلوك والممارسات الإيجابية في تعاملنا مع الأطراف، الأصل أن نزيد الإيجابية وأن نزيد أجواء التقارب وأن نذلل الصعاب، وبدل أن نتراجع إلى الوراء ونرجع إلى منطق الصدام وتغيير كما أشرت السلوك باتجاه بعض الأطراف. طيب. إذن فهذا في واقع الأمر هو الذي أكد تخوف المعارضة أصلا وشكوكها أصلا في جدية النظام في هذا الحوار. فنحن في المعارضة نبهنا أكثر من مرة على أننا لا نلمس مستوى الجدية اللازم في هذا الموضوع. طيب. واللي ظاهر حتى من خلال تسميته بالتشاور، وكان أبسط إجراء، كان أبسط شيء يوقف هذا المسار. فهذا يعكس بالفعل أنه الموضوع لم يكن جديا، ربما كان تلهية، ربما كان تسييرا للوقت، حملت علاقات عامة. هذا الذي صراحة أشرنا إليه أكثر من مرة. هناك أيضا من اتهم المعارضة وحزب التواصل تحديدا بأنه لم يكن جديا بين قوسين في إعلانه المشاركة في الحوار، وأنه كان ينتظر لحظة ما للانسحاب، وأن بيانه الأخير قبل الحوار قبل إلغاء التشاور كان يؤشر إلى هذا، وبالتالي الحكومة أو النظام رأى أنه هذا ما دامت أطراف المعارضة غير مستعدة للحوار أو تريد أن تخلق الإشكالات في وجه الحوار، هذا يعني أنه الأرضية غير مهيئة لوجود حوار وبالتالي علقه، أليس هذا مبررا؟ لا أعتقد أنه مبررا أبدا، لا أعتقد أنه مبررا مقنعا. فالذي أعلن وبشكل كما أشارت مفاجئ ومثير للصدمة وبدون تنسيق عن توقيف الحوار هو النظام. فطبيعة الحال تواصل بالفعل أصدر بيانا في إطار حرصه على التوجيه إلى ضرورة توجه إلى ضرورة توفير ضمانات نجاح الحوار ومعالجة الإشكالات التي قد تؤدي لهذه النتيجة. طبعا نبه إلى ضرورة حرص النظام على إشراك الجميع، وعلى أنه بالفعل ما عبر عنه هو، فالنظام عبر بأنه يريد حوارا لا يستثني طرفا ولا موضوعا. فتواصل فقط أشار إلى أنه إذا كنا بالفعل نريد هذا الأمر، نريد حوارا لا يستثني طرفا ولا موضوعا، فيجب أن نجسد ذلك في خطوات عملية، وأن نسعى أن نبذل الجهد الكافي لتحقيق هذا الهدف. فالله بدل أن نبذل هذا الجهد في اتجاه توفير الأجواء المناسبة للحوار، بذلت جهود في الاتجاه المعاكس. وبالفعل كما أشرت، هذا بالفعل يؤكد ما سبق وأن نبهنا إليه في المعارضة، بأن النظام بالفعل ليس جديا في هذا الموضوع،
وأنه كان فقط عملية كما أشرنا، عملية كسب الوقت، عملية حملة علاقات عامة في انتظار ربما أن يحسم هو في أمور أخرى. والحقيقة صراحة نحن نعتقد في المعارضة بأن هذا يعني خطير جدا، بأن نحن أمام إشكالات حقيقية، أمام تحديات كبيرة جدا، سواء من المستوى الداخلي المتعلق بمعاناة المواطنين وصعوبة الظروف بشكل عام اللي تزيد منها وتعمقها، كذلك مشاكل ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي والمحيط الإقليمي اللي يشهد في واقع الأمر تحديات خطيرة، وأوضاع صراحة كانت تتطلب التوجه إلى حوار حقيقي، تداعي إلى حوار حقيقي داخلي يرتب البيت الداخلي ويجعلنا بالفعل في وضع يمكن قادرين فيها على مواجهة التحديات المقبلة، وكذلك الصمود في وجه الهزات التي تهدد الكثير من الأقاليم. طيب. المنطقة دكتور، هنالك من قال إنه هذا الحوار ليس ضروريا أو لا توجد في الحقيقة أو الضرورة ملفات مستعجلة تقتضي إجراء هذا الحوار، وبالتالي إنه الأفضل الآن بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للنظام أن يتجه إلى الإشكالات التنموية وإلى حل المشاكل التي يعاني منها المواطن، بدل تشاور سياسي يمكن أن يؤدي إلى مقايضات سياسية ممكن أن ترضي السياسيين ولكن تأثيرها على الواقع المعيشي المواطن وعلى الأولويات الوطنية الملحة قد يكون يعني علاقتها بهذا الموضوع علاقة ضعيفة. على أي حال، نحن في الأحزاب السياسية وفي العمل السياسي الطبيعي لا نعتقد أن هنالك بديلا عن الحوار، والبدائل عن الحوار قطعا أنها ليست بدائل ديمقراطية بشكلها، والأصل هو أن يكون الإطار العام والطبيعي هو الحوار. ولو افترضنا ذلك، للأسف حتى أن حصيلة النظام في المجال الآخر ليست حصيلة مشرفة، فالمنجز في المجال التنموي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال السياسي عموما للأسف محدود جدا. وكان على الأقل حري بالنظام أنه في ظل الاختلالات الكبيرة وفي ظل حتى التقويم السلبي اللي يقوم هو نفسه، فالنظام نفسه ليس راضيا. البعض كان يتندر يقول بأن رئيس الجمهورية نفسه وحتى الوزراء أنهم خطابهم أكثر معارضة وأكثر نقد، وتقويمهم أكثر سلبية حتى من المعارضة نفسها. إذن فهم يشهدون بالفعل على أنفسهم بمحدودية الحصيلة في هذا الجانب. إذن على الأقل ما دام الأمر كذلك، على الأقل فنجتهد في تهدئة الوضع السياسي، في توفير الظروف المناسبة لأن يلتقي كل الموريتانيين وأن يتفقون على الأقل على المحددات العامة لتسيير العمل السياسي، خصوصا وأننا الآن مقبلون على يستفصلنا فترة وجيزة عن استحقاقات انتخابية تحتاج أن يتفق أطراف المشهد السياسي فيها على قواعد هذه اللعبة. طيب، وهذا المسألة، وبالتالي فأعتقد أنه حتى في هذا الجانب هذا التبرير ليس مقنعا. فللمواطن استفاد إنجازات اقتصادية ملموسة، وكذلك إلى الطبقة السياسية استفادت وتحقق فيها الحد الأدنى من العمل السياسي الذي يستوعب الجميع. طيب، أشرت إلى أن النظام لم يكن متحمسا لإجراء الحوار أو التشاور، وأشار أكثر من مرة إلى أنه لا يرى ضرورة لإجراء هذا الحوار، ولكن هنالك من يحمل المعارضة أو أطراف المعارضة توصف بين قوسين بأنها راديكالية، بأنها أعطت مبررا لأطراف في النظام لا تريد هذا التشاور أصلا وتقف ضده، وأعطاها مبررا واضحا ليعلق الحوار أو ليلغى بسبب مطالبها ربما غير الإيجابية وبسبب سلوكها اللي يبدو أقرب إلى الابتزاز. الغريب في الأمر أن توقيف هذا المسار أنه لم يأتي بسبب اختلاف جوهري على مواضيع الحوار، هذه مفارقة. فتم الاتفاق على عناوين رئيسية حتى على الإجراءات التنظيمية. لو كان الأمر مثلا تم هناء الحوار، ورأى النظام بأن المطالب التي تطرحها المعارضة أنها تعجيزية وتوقف الحوار في هذه اللحظة، يكون هذا موضوعيا. لكن المسار للأسف توقف، والأمور توجهها العام تقريبا، الحقيقة المعارضة وقوى المعارضة أظهرت مستوى من الإيجابية أعتقد أنه كان 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 ما كان متوقع حتى.
أنها وصلت إلى الحد الأعلى في التنازل في الإيجابية تجاه الحوار، ولم يكن سبب توقيف الحوار خلافا جوهريا في القضايا التي تناقش، لأنه والدليل على ذلك بأن توقيف الحوار تم قبل ليلة من موعد كان ستحسم فيه كل ستحدد فيه الوقت بالضبط التي سينطلق فيه الحوار، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي تماما، لم تكن هنالك خلافات أبدا جوهرية تذكر، كانت المسألة قريبة من الاكتمال التحضير، وكان الناس كلها الكل كان يستعد للدخول في الحوار. بعد ذلك إذا رأى النظام بأنه بالفعل هذه المطالب تعجيزية كان مقبولا وكان مفهوما ومتفهما أن يتوقف الحوار أو يصعد، لكن أن يوقف الحوار في هذه اللحظة فهذا صراحة كان فقط تأكيدا لمخاوف المعارضة التي أعلنت عنها قبل فترة، وتجسيدا لما كانت ترى بأنه أن النظام لم يكن جديا أصلا في هذا الحوار. شكرا جزيلا للدكتور محمد رمينول شعيب، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل وعضو مكتبه التنفيذي. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، أنقل إليكم تحية فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.